بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أسعدنا بحبنا إياك، وأعنا على زيادة التقرب منك حتى نكون بين يديك، وكلتا يديك كريمة كريمة. هو الذي نشوف التاسعة وبعد ننتقل العاشر إن شاء الله. هو الذي ينزل على عبدي ونعم العبد حب الله الأول عليه الصلاة والسلام آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. بعد الخير ده يا محمد عليه السلام يحمل رسالة خاتمة، وهو بشير ونذير وسراج منير، وهو الأمين، وأدى الأمانة كما يجب أن تؤدى على أحسن صورة. بعد أوتي جوام الكلم، وكان أنا دائما نحن على الضعيف وعلى اليتيم وعلى الذي مات زوجها، لا بعد. وكان يحزن إذا كان لما ناس تعبث المصيرة، وكان يحزن وقت اللي الناس تنفق فيه، كان يحزن وقت اللي ما لا يتأمروا عليه. كان يحزن مش معنى خطر هو ولا معرض للقتل، يعني انهم خنار فاسد. انا كلاب الكرب واكبر الكلاب هم القراشين، وعنا اليوم قراشين المعاصري كلاب لا سعود، وما لف له لفهم من الامارات. مازال بعض خطوات نراه فيكم ايام شنيعات، وبالله العظيم ما نجلدلكم تنديله ما كلكم على بال، ومش نبداو بمكه والمدينه ان شاء الله تعالى. هاي وين مش تحطوا روحكم؟ اما في اليمن ولا في اليم ولا في الغم، ثبت روحك يا كلب يا ولي عهد. تتمشؤوم انت ملاك كما تقول انت طائر ملعون، ثبت روحك في بالك. مال مش يدوم لك، ومال حرام مش يدوم لك تجيب لك البلا بالركام يا كلب. نسأل الله ان لا يمسنا ما مسهم من خذلان لهذا الدين، ومن عدوان على أهل الأصالة في شبه جزيرة العرب. أهل الأصالة ذكور وإناث، ويبالك أنت مش تقزمهم، بالعكس سيكشف حالك، واللي عندهم تقدير لهؤلاء المظلومين سيصفي لك حسابك أنت وجنودك الملعونين، وأنت وشرط المفسدين في الأرض. وكل منظر وكل قصود، وانا انكر صوتي يا صوت الحمير. ايش عندك يا كلب؟ ايش عندك؟ عندك كلمه يسيء لك ويعطيك سمعه ما كلكش على بال مقلوبه، ما لا تجاء ولا بالمقابل اللي انت ماشي عليه، اللي ما كيفك حد، وانت بديع الزمان، وانت اشأم الكلاب. نسأل الله السلامه، نسأل الله السلامه، نسأل الله السلامه.